أهلا بيكم حبايبي، سنة تالتة ابتدائي معاكم مستر نسيم. النهاردة هنكمل يونت 1، هناخد ليسون 2. ليسون 2 بيتكلم عن الفوكابلري أو الكلمات. كنا أخدنا قبل كده في المراجعة الفاميلي بتاعتنا بتتكون إيه أو الأسرة بتاعتنا بتتكون إيه. النهاردة هنكمل الفاميلي أو نعيد على حاجات لا احنا أخدناها مرة قبل كده، زي كلمة father ودي معناها up، كلمة mother معناها أم، كلمة sister معناها أخت، وكلمة brother معناها أخ. دول أخدناهم قبل كده. في النهاردة حاجة تانية، بنحط كلمة grand ونحط وراها كلمة father بس تبقى كلمة واحدة. grandfather يعني ايه؟ يعني جد. ونحط كلمة grand ونحط وراها كلمة mother، grandmother يعني جدة. يعني هنا الأب الأكبر أو الأم الأكبر يعني الجد أو الجد. يبقى father grandfather mother grandmother، تمام؟ دول الجد والإيه؟ والجد. في كلمات تاني بسيطة خالص، عامل ثلاث أربع كلمات بس احنا شطار يعني مش هيأثروا معانا. عندنا خدنا قبل كده كلمة هلو، فاكرينها؟ هلو؟ هلو دي دايما بيجي بعدها كومة كده. في حاجة بقى بتساويها اللي هي هاي، تمام؟ يعني أهلا أو إيه أو مرحبا، مرحبا، تمام؟ عندنا في حاجة اسمها play the guitar. طبعا عارفين كلنا الجيتار، play the guitar مش معناها يلعب الجيتار، معناها يعزف على الجيتار، يعزف على الجيتار، تمام؟ في عندنا كلمة meet معناها يقابل. في كلمة meet تانية بس بالA معناها لحمة، meet يقابل. في كلمة nice N I C E معناها ايه؟ لطيف، بس هنا هناخدها بمعنى تاني اللي هي nice to meet you، يعني ايه؟ انا مبسوط ان انا شفتك، تمام؟ دول الكلمات اللي هناخدهم النهارده. طيب تعالوا كده نشوف ايه تاني هناخده في الدرس ده، نقولهم الكلمات تاني عشان نعرف نقراهم. father mother sister brother grandfather grandmother hello hi play the guitar meet nice، تمام؟ طيب بصوا كده، شفتوا الحرف ده قبل كده اس اتش؟ لما يجي ورا علامة تعجب يبقى ننطقه شش، لما يكون واحد بيعمل صوت عالي عايزين نقوله اسكت نقوله شش شش، وبعدين نكمل الجملة بي كوايت. كوايت معناها هادئ، وبي معناها كن، دي معناها كن هادئا. هادئ مش عارف كده ازاي هادئ كده، كن هادئ، تمام؟ او اهدأ او التزم الهدوء، التزم الهدوء، تمام؟ اهدأ لما نقول واحد ايه شش بي كوايت يعني اهدأ، انت عامل صوت عالي بي كوايت، تمام؟ ايه كمان؟ لما اشوف واحد وابقى مبسوط ان انا شفته اقول له اقول له نايس اللي خدناها هنا، تو ميت اللي هي هنا يو خدناها قبل كده معناها يو انت، يبقى نايس تو ميت يو يعني لطيف ان اقابلك، يعني انا مبسوط قوي ان انا ايه شفتك، يعني يسعدني مقابلتك، انا مبسوط اني شفتك. be quiet أو nice to meet you يعني أنا مبسوط إن أنا إيه شفتك، تمام؟ إيه كمان؟ هناخد حاجة اسمها can he play the guitar؟ oh ديت برضه بتستخدم
للتعدد. ونسأل بعدها نقول ايه؟ can يعني يستطيع، he هو play يعزف the guitar. ده سؤال يعني هل هو بيستطيع العزف على الجيتار؟ يعني بيعرف يعزف على الجيتار؟ can he play the guitar؟ الإجابة طبعا ممكن نقول ايه؟ ممكن نقول yes he can، أو نقول no وبعدين he can apostrophe t can not أو can't، no he can، yes he can أو no he can't. تمام؟ نجي الصفحة نكمل اللي احنا بنقول. في حاجة صعبة في اللي احنا قلناه؟ كل الحاجات دي طيب تعالوا نقول مع بعض. أنا قابلت واحد أول ما أشوفه أقول له واحد ممكن ما أكونش أعرفه أقول له هاي، قول هاي، قول إيه؟ I am، أنا اسمي هنا I am، يبقى أنا اسمي وأكتب هنا إيه؟ اسمي ماشي؟ وأكتب إيه؟ هنا في الحتة دي اسم. هاي I am نسيم، هاي I am علي، هاي I am سلمى، أي حاجة يقوم هو يرد، ممكن يقول هاي برضه أو ممكن يقول إيه؟ هلو. تمام؟ كلمة هلو بتساوي هاي، هي هي هلو، برضه يقول إيه؟ I am، ويقول اسمه برضو اسمه. تمام؟ يبقى يقول اسمي هنا واسمه هو هنا. هاي اي ام نسيم، هلو اي ام سلمى، اي ام مولا، اي ام علي، اي حاجه. طب احنا مبسوطين ان شفنا بعض، نقول الكلام ده، نقول ايه؟ نقول نايس تو سي. ممكن سي بس خليها قدام شويه، سي خليها مين؟ يو. Nice to meet you يعني ايه؟ لطيف او يسعدني مقابلتك. لو قلت see you يبقى يسعدني رؤيتك. Nice to see you. تمام؟ لو حد بيعمل صوت قول له ايه؟ شش. Be quiet. شش. Be quiet. في كلمة جميلة قوي لما نكون غلطنا لازم نقولها، نقول ايه؟ نقول sorry. Sorry معناها ايه؟ معناها said I'm sorry أو sorry على طول. تمام؟ يبقى احنا كده اخذنا كام حاجة؟ اخر حاجة اللي هي الفعل كان، زي ما قلت لكم يجي بعده الفعل اساسي تاني في المصدر. مصدر يعني فعل معلوش اضافات. ازاي؟ يعني كان مثلا ايه؟ كان play يعني يقدر يعزف، او ايه؟ او كان see يعني يقدر يشوف. ماشي؟ اي فعل يجي بعد بعد كان يجي في المصدر على طول. تمام؟ ده بالنسبة لإيه؟ لدرس النهاردة. أنا عارف إن هو كان سهل خالص مفهوش حاجة. يا ريت نراجع على الكلمات، ولو عرفناها هنقدر نعمل المحادثات دي مع بعض. هاي أي أم، ونقول اسمنا. هلو، اللي يرد يقول هلو أي أم كذا. نايس تو ميت يو، مبسوط إني شفتك. لو أنا حد قال لي شش بي كوايت اهدأ، أقول له إيه؟ أقول له سوري. بسأل واحد can he play the guitar؟ yes he can أو no he can not. كده يبقى ده كان الثاني. الوحدة خلص. أنا عارف إن هو درس سهل خالص وأنتوا شاطرين. المرة الجاية أشوفكم في الدرس اللي بعده مع مستر نسيم. لو عجبكم الدرس يا ريت نعمل مشاركة في القناة ونعمل شير لأصحابنا عشان هم كمان يتفرجوا ويستفيدوا. وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله في فيديو جديد. باي.